تتلقن بهالكلمات اللي بتعطيها سلام وأمل. لو شو ما كان المرض أو المشكلة اللي عم نواجهها، تذكروا إنه يسوع بسفر المزامير الإصحاح 37 عدد 4 و5 قالنه: تمسك بالرب فيعطيك ثقل قلبك، سلم للرب بطريقك واتكل عليه وهو يجري. أما هلأ فبنلتقي بنتابع حلقة اليوم من تحت طمس الخيول وبنرجع نتابع حديثنا. إذاعة الباسيفيك جاردن تقدم تحطمت القيود. انت ان كنت تعبان من صورك وخطاياك ومن صوت تعنيف ضميرك، انت ان كنت تعبان من البحث والتدوير على الصلاه من الحلق وعقل وراحه الضمير، انت